ابتداء من 2010 ومع استخدامنا الزايد لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بدأنا كمصريين نهتم بالأنشطة المختلفة، وبدأنا نشوف صور وفيديوز لحاجات كان أول مرة نشوفها، وكان بدأ يتكون عندنا سؤال كبير إن أنا عايز أعمل الحاجات دي، ممكن أعملها إزاي. ومن 2013 الموضوع كمان اتطور وبقى غير في المايند سيت بتاعتنا كمسافرين، فبقيناش بقى زي زمان بنسافر عشان اروح مكان واقعد على البحر واتصيف، لا انا بقيت مهتم ان انا اروح مكان عشان اعمل نشاط. فكان واحد مننا سافر الاقصر عشان بس يعمل هوت اير بالونينج، او كان واحد مننا راح سيوة عشان بس يعمل ديزرت كامبينج ويقعد تحت النجوم. البروسيس دي كانت بالنسبه لليوزرز بان سهله وبسيطه، كان سهل بالنسبه له ان هو يقدر يحجز الاقامه بتاعته، وعنده كذا اوبشن اونلاين يقدر يعمل ده من خلاله، وكان سهل برضه بالنسبه له ان هو يحجز الانتقالات بتاعته اذا كانت قطر او طيران او باصز، من برضه اوبشنز مختلفه. بس كان دايما صعب بالنسبه لاي مستخدم ان هو يحجز الانشطه بتاعته اونلاين ومن على بلاتفورم واحد. بالنسبه لينا كمستخدمين، لو انا عايز احجز نشاط اذا كان عايز اروح متحف او عايز اخد ولادي او اديهم ملاهي او عايز اروح صحراء او عايز اعمل كامبينج او سنوركلينج او ايا كانت الفكره، كان دايما بتواجهنا صعوبه ان انا لو انا عايز اعمل ده ممكن اعمله فين ومع مين. وكان دايما حلولنا المتاحه ان انا عشان اعرف اوصل للنتيجه دي كانت حاجه من ثلاثه، يا اما هسال حد اعرفه عمل الحاجه دي قبل كده اخد رايه فيها، يا اما ابدا ادور انا اونلاين وابدا اشوف ايه الاوبشنز اللي ممكن اعملها، يا اما اخيرا ان انا ممكن اروح المكان وابدا اعمل نوكينج دورز وابدا يعني اخبط مع ناس وزي ما تيجي. هي دي المشكله احنا كنا عايزين نحلها بدوبال، وعشان كده احنا عملنا دوبال. دوبال هو فكرته ان هيبقى ماركت بليس للاكتيفيتيز والانترتينمنت ان جنرال. الايديا بتاعتنا ان احنا نوصل اليوزرز بالاكتيفيتي بروفايدرز على طول، والفكره ببساطه انها تسهل على اليوزر ان هو يقدر يدور على الاكتيفيتيز بتاعته دي بسهوله، يقدر يقارن ما بينها، ويقدر في نفس الوقت كمان يحجزها ويدفعها اونلاين من غير ما يتعب نفسه، وفي بروسس مش بتعدى دقائق معدوده. وبالنسبه لنا عشان نقدم ماركت بليس بتاعنا بطريقه مختلفه، احنا برضو ما اكتفيناش بالفيتشرز العاديه والطبيعيه لاي ماركت بليس، ان احنا يبقى ليه في ريتنجز اند ريفيوز، في صور، في ان انا ادفع اونلاين اللي هو الاونلاين بيمنتس والحاجات اللي هي اللي بقت خلاص تقليديه. احنا كمان حبينا نقدم لليوزر بتاعنا المور فيتشرز، فركزنا على حاجتين رئيسيتين. اول حاجه ان هو هيقدر يعيش الاكسبيرينس قبل ما يحجزها عن طريق في ار كونتنت احنا بنعمله، والفي ار كونتنت الغرض الرئيسي منه ان هو يخلي قرار الحجز بتاعه اسهل واسرع للنشاط، ويعرف يضمن ان النشاط ده يعني فيت النيدز بتاعته. الحاجه الثانيه اللي عملناها ان احنا هيبقى عندنا يعني ريكومنديشن انجن، فكرته ان هو يبدا يريكومند على كل يوزر الاكتيفيتيز اللي هتبقى مناسبه ليه على حسب الانترست بتاعته والباك جراوند بتاعته. الجيرني ببساطه ان اليوزر بيخش على البلاتفورم بتاعنا، بيكرييت اكونت، بيبدا يسيرش على الاكتيفيتيز. عنده تو اوبشنز، يا اما يسيرش على الاكتيفيتيز بير سيتي او بير لوكيشن فهيشوف الاكتيفيتيز اللي حواليه، او ان هو يبدا يدور على الاكتيفيتيز اللي هي مرتبطه بنيد معينه او رغبه هو عايز يعملها، عايز يعمل كامبينج، عايز يعمل سفاري، يبدا يشوف ده ممكن يعمله فين حوالين مصر. وفي الاخر خالص بيبدا يدور على احسن سعر في كل نشاط، ويختار السعر اللي عاجبه او الاوفر اللي عاجبه، ويدفع اونلاين وفي الاخر ينفذ النشاط بتاعه. لما جينا نبص يعني اللي هو السوق اللي احنا بندور عليه، احنا كان في رقمين شدونا. اول رقم شفناه من وزاره الاحصاء ان في 12 مليار ونص دولار اتصرفوا خلال سيزن او سنه 2018-2019 على قطاع السياحه والترفيه، واللي يعني كان يعني ممكن يكون رقم يعني مؤثر في تفكيرنا، ان منظمه السياحه العالميه WTO قالت انه في 8% من الرقم ده مينيمم بيتصرفوا على حجز الانشطه والاتراكشنز في خلال السفر. الرقم الثاني برضو اللي شدنا من ال WTO ان في 85% دلوقتي مينيمم اوف 85% من الترافلرز او اليوزرز بقوا بيحبوا يحجزوا كل ما له علاقه بالسفر والانشطه بتاعتهم من خلال الاونلاين بلاتفورمز. طبعا الكورونا جت، وعشان نيك شور ان فكرتنا ابليكابل انها تطبق في السوق الفتره الجايه، عملنا حاجتين. اول حاجه عملناها ان احنا عملنا فوكس جروبس مع 45 شخص، قسمناهم على ثلاث مجموعات، يعني جمعناهم من باك جراوندز مختلفه، اذا كان سيجمنتس، اذا كان اعمار وهكذا. 80% منهم كانوا مهتمين ان هم يستعملوا الابلكيشن او البلاتفورم ان شاء الله وانس ان احنا نعمله لانشنج على اول شهر 9. والمرحله الثانيه اللي عملناها ان احنا عملنا وان هابي اور اوفر عشان نميك شور انه الفكره دي مطلوبه والناس ممكن لو تبقى حابه تحجز تدفع فيها، وفي خلال ساعه واحده عملنا 80 حجز وعملنا ريفينيو فرينج 14000 جنيه. عشان برضه نميك شور ان اللي احنا بنقوله ده هيتطبق على ارض الواقع، فاحنا اوريدي عملنا ريجوليشن، والريجوليشن دي مضى عليها البارتنرز بتوعنا اوريدي خلاص دلوقتي، والريجوليشن دي بتقول ان في خلال الفتره الجايه اللي هي ما بعد الكورونا واحنا بننفذ الاكتيفيتيز، في شويه حاجات هنهتم بيها عشان نضمن ان الاكسبيرينس بتاعت اليوزر تبقى مميزه وفي نفس الوقت تبقى صحيه وامنه وسليمه ليه. زي ان احنا كل نشاط هيبقى فيه ماكسيمم 4 افراد يستعملوه في نفس الوقت. حاجه ثانيه برضه قررنا ان احنا نعملها ان يكون في عندنا 80% من الانشطه هتبقى كلها مرتبطه بال يعني الاوت دور او اللي هي الانشطه
الانشطه في الاماكن المفتوحه. والحاجه الاخيره ان احنا هنبدا نسلم كل يوزر او كل كاستمر بيحجز معانا هيلث كيت عباره عن جلوفز وماسك ان هو يقدر يعني يستعملهم هو بيعمل النشاط بتاعه عشان نضمن ان هو يفضل يعني سليم وما عندوش اي مشاكل في الفتره اللي يعني الحاليه اللي هو سبيشالي ما بعد الكورونا. الريفينيو موديل بتاعنا يعني منقسم على حاجتين. اول حاجه ترانزاكشن موديل، فاحنا بالنسبه لنا احنا شغالين على افريج اوف 25% كوميشن على كل حجز هيتعمل من خلال البلاتفورم بتاعنا. الحاجه الثانيه احنا هنبدا نقدم للبروفايدرز بتوعنا باكجز اند سيرفيسز بحيث انها تساعدهم في البيزنس بتاعهم. هنبدا بماركتنج باكجز اند ذن وي ويل جو تو بروموشن باكجز عشان الناس تشوفهم اكتر، وهننهي بعد سنه من دلوقتي ان احنا هنبدا نقدم لهم ساس او سوفت وير اس سيرفيس يساعدهم في مانجنج البيزنس بتاعهم وعشان نساعدهم هم يكبروا ويتشافوا اكتر الفترة. من ناحيه المنافسه بالنسبه لدوبال احنا بننافس مع نوعين من المنافسين. اول منافس هو منافس محلي اللي هم عباره عن اللوكال ترافل ايجنسيز والتور اوبريتورز، وفي نفس الوقت برضو بننافس مع عنصر دولي اللي هو المواقع اللي ليها علاقه بحجز الانشطه بره جلوبالي زي كلوك وزي هيد اوت وزي جيت يور جايد. احنا بالنسبه لينا احنا مور لوكالايزد، فاحنا اوريدي بنركز على اللوكلز اكتر. احنا بنقدم فرايتي اوف اوبشنز، بنقدم اسعار مختلفه لليوزر عشان يقدر يعمل نفس الاكتيفيتي بكذا سعر على حسب احتياجاته ايه. في نفس الوقت برضه بنساعده ان كل البروسيس تبقى معموله اونلاين اذا كان حجز ودفع. واخيرا بنقدم له كونتنت اللي هو الفي ار عشان يعيش الاكسبيرينس قبل ما يحجز. الجولز بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله ان على نهايه سنه 2020 عايزين نوصل لحاجز ال 10,000 بوكينج، وان شاء الله على نهايه سنه 2021 البلان احنا نوصل لحاجز ال 100,000 بوكينج، يكون عندنا على السيستم 500 اكتيفيتي، ويكون عندنا افريج من 300 ل 350 ديفرنت بروفايدر في خلال خمس مدن حوالين مصر. احنا برضو بلان مش بس احنا مش بس باصين لغايه 2021، لا احنا كمان باصين لابعد من كده. ان شاء الله ناويين على 2022 ان احنا نعمل بارتنرشيب مع وزاره السياحه والاثار من خلال يعني الشراكه دي نقدر ان احنا نقدم للمستعملين او المسافرين اللي جايين من بره مصر وكمان المحليين الامكانيه ان هو يحجز اونلاين ويدفع اونلاين لان لو تذاكر المعابد والمتاحف المختلفه حوالين مصر كلها. وان شاء الله باي 2024 الجول بتاعنا احنا نكون وصلنا لحاجز المليون حجز ان شاء الله نشاط مختلف في حوالين مصر كلها. عشان نعمل دوبال احنا كان لازم يكون عندنا باك جراوند في الماركت. انا محمد فاروق فاوندر دوبال وفاوندر كايتس ايجيبت. كايتس ايجيبت يعني لونش 2011 وهي كانت من اوائل الشركات اللي اشتغلت على كونسبت السياحه الانشطيه، فكنا احنا كان كل تركيزنا ان احنا ناخد الناس في مصر ونسفرهم حوالين مصر ونخليهم يعملوا انشطه مختلفه، وهو ده اللي احنا بنينا عليه الكونسبت بتاعنا في دوبال يعني في 2020. عشان برضو اعمل ده ما كنتش انا لوحدي هيبقى كفايه، انا معايا محمد ايمن كوفاوندر وهو اللي هو الهيد اوف اوبريشنز. محمد كان اكس اوبريشن مانجر جلوفو ايجيبت، ومعانا باقي التيم احنا بنتكلم في 8 افراد. التيم ده يعني هم مع بعض عاملين افريج من 15 يعني 16 سنه اوف اكسبيرينس في مجال الترفيه ومجال الستارت ابس، وعندهم باك جراوند من شغل في شويه براند زي جلوفو زي المينيوز زي ماكدونالدز وزي حاجات تانية كتير. احنا بندور على 50,000 دولار از بري سيد فاند. ال 50,000 دولار دول احنا هنصرفهم في الفتره الجايه على ثلاث حاجات. اول حاجه هي الماركتنج طبعا، والحاجه الثانيه هتبقى الاوبريشنز، والحاجه الاخيره والاهم هتبقى التكنولوجي انهانسمنت.